ومن العلامات الكبرى للساعة خروج الدابة من الأرض، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم يعني بتماديهم في المعاصي والذنوب، أخرج الله عز وجل من الأرض دابة تكلم الناس على غير العادة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في تفسير القرطبي، قال: إن وقع القول يكون بذهاب العلم وذهاب العلماء وبرفع القرآن، فيا أيها الناس أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. انتهى كلامه رضي الله عنه منقولا من تفسير القرطبي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، خروجها دل عليه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما ما كانت فالأخرى على أثرها قريبا. ودلت أحاديث أخرى على خروجها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، دابة من الأرض من أي مكان؟ تواترت أو تتابعت الأدلة وتكاثرت على أنها تخرج من مكة من المسجد الحرام. جاء في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنها تخرج من أعظم المساجد، فبينما هم كذلك اتدبت الأرض، فبينما هم كذلك اتصدعت الأرض. قال الهيثمي في المجمع: رواته ثقات. وجاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن الدابة تخرج ثلاث خرجات: تخرج في بعض البوادي يعني في الهجر ثم تختفي، ثم تخرج في بعض الأمصار يعني في المدن، ثم تخرج من المسجد الحرام. وما جاء عند الحاكم من أنها تخرج من أقصى اليمن ثم بعد ذلك تخرج قريبا من مكة ثم تخرج في المسجد الحرام ما بين الركن وما بين باب بني مخزوم، فإنه حديث لا يصح. الشاهد من هذا أن هذه الدابة تخرج من مكة من المسجد الحرام. هذه الدابة ما حقيقتها؟ ما ماهيتها؟ جاءت آثار لكنها لا تصح في تبين ماهية هذه الدابة. قيل إنها فصيل ناقة صالح التي قتلت من قبل قومه، فإن لها فصيلا اختفى ثم يخرج، ويدللون عليه بما جاء عند أبي داود الطيالسي من أنها ترغو، والرغى لا يكون إلا للإبل، ترغو ما بين الركن والمقام، ولكنه حديث لا يصح. وقيل بأنها الجساسة التي كانت تجس الأخبار للمسيح الدجال، وأيضا لا يصح. وما قيل إنها الثعبان الذي كان على ظهر الكعبة قبل أن تبنيه قريش، فأيضا لا يصح. وما جاء من أنها إنسان يتكلم بلغة الإنسان فلا يصح. قال القرطبي رحمه الله: لو كانت إنسانا ما كانت آية، ما كانت آية على غير المعتاد. وما قاله بعض المعاصرين من أنها الجراثيم التي تدب في الناس فهذا لا يصح. لما؟ لأن الجراثيم كانت موجودة قبل ذلك، ولأن الجراثيم لا ترى بينما هذه الدابة ترى. الشاهد من هذا أنه ما ورد من آثار في تبيين حقيقتها فليست بآثار صحيحة. وهذه الدابة كما
ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أنها تخرج فتسم الناس على خراطيمهم، يعني تضع علامة على مقدمة أنوفهم، ثم يغمرون فيكم، يعني يكثر فيكم من يخطم، من تخطمه هذه الدابة على أنفه، حتى يشتري الرجل البعير من الرجل فيقال له ممن اشتريته، فيقول من أحد المخطمين. وجاء حديث في المسند يصححه أحمد شاكر ولكن يضعفه الألباني رحمه الله، من أن معها عصا موسى ومعها خاتم سليمان، فتخطم يعني تسم أنف الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن يعني تبيضه وتنصعه بياضة، وتجلوه بعصا موسى، حتى إن أهل الخوان يعني ما يوضع عليه الطعام مما يجتمعون عليه لا يجتمعون على خوانهم، فيقول هذا الرجل يا مؤمن ويقول ذاك يا كافر، ولكن الحديث كما أسلفت فيه ما فيه من المقال. قال عز وجل تكلمهم، تكلمهم يعني تنطق وتنبئ الناس بأن الأمر عظيم وجلل على غير المعتاد. وفي قراءة غير سبعية تكلمهم يعني تجرحهم من الجرح وهو الكلم. قال ابن كثير رحمه الله ولا تعارض، فهذه الدابة تكلم الناس وأيضا تجرح الناس كما جاء في الحديث بأنها تخطم أنوف الناس.